بسم الله الرحمن الرحيم. وعي المواطن المصري، الجملة دي سمعناها كتير الفترة الأخيرة، وفي ناس كانت يعني تقابل هذه الجملة بنوع من السخرية. لا، وعي المواطن المصري عليه دور كبير جدا جدا، لأن وإحنا بنتكلم على جائحة كورونا اللي بتواجه البشرية لأول مرة، اللي التاريخ النهاردة بيكتب صفحات غير مشابهة. كان في أوبئة على مر العصور، لكن بهذه القوة وسرعة الانتشار ما حصلتش قبل كده. ليه بنقول وعي المواطن؟ وعي المواطن في مصر وفي كل دول العالم، كلا حسب ثقافته وحسب عاداته وتقاليده، هو ده اللي هيحدد هتنتهي امتى هذه الأزمة. لأن كل ما قدرنا ان احنا نقلل عدد الإصابات ونقلل عدد العدوى، سرعة انتشار الفيروس بسبب العدوى دي مشكلة كبيرة جدا، لأن هي أسقطت كبرى الأنظمة الصحية على مستوى العالم. شفنا دول متقدمة جدا طبيا، وابتدينا نتكلم على أن مفيش أماكن للعلاج، مفيش أماكن للحجر الصحي. أنت النهاردة عندك في مصر في منظومة صحية بتبتدي تغير من أساليبها في التعامل مع أزمة أو جائحة كورونا طبقا للأعداد وطبقا لتزايد الحالات المصابة، لأن أنت عندك إمكانيات، أنت عندك حدود هتقدر تتعامل بيها مع هذا الفيروس. مصر إلى الآن الحمد لله بتتابع المصابين، بتتابع التوصيات اللي بتصدر من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، في بروتوكول علاج بيتم تقديمه للمواطن وكلا طبقا لحالته الصحية، إذا كان هيتم حجزه أو الحجر المنزلي أو إن حالته الصحية تحتاج إلى جهاز التنفس الصناعي. مش عايزين نتعامل بشيء من الرعونة مع هذه الأزمة. لما مجلس الوزراء من أول يوم، أول بيان لي، تم تخفيف عدد العمالة بالنسبة للجهاز الحكومي في الدولة. ده كان مهم جدا علشان ما يبقاش فيه كثافة عددية في المواصلات وفي الأماكن وفي المصالح الحكومية، وتم تعطيل بعض الخدمات الحكومية المقدمة. طيب، هل احنا كشعب قدرنا نتفهم هذا القرار؟ بمعنى النهاردة أنا خدت أجازة، والسيدات أكثر الفئات اللي تم يعني استفادت من هذا القرار. ما داعي أو إيه الداعي للتكدس؟ الازدحام في الأسواق. يا جماعة أنا بتكلم على الوعي، لأن النهاردة التوصية الأولى والأخيرة التباعد الجسدي، التباعد الجسدي والوقاية من الإصابة، لأن كنا زمان بنقول الوقاية خير من العلاج. النهاردة ما فيش علاج، النهاردة الوقاية هي حياة. في الفترة القادمة قدامنا خطوات كثيرة، الدولة ابتدت تعود لها بعض الأنشطة تباعا، عندنا امتحانات الثانوية العامة، وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وكل أجهزة الدولة بتستعد لها بكافة السبل علشان تأمن المنشآت وتطهيرها وتعقيمها وتوفير لجان يكون فيها نوع من التهوية ونوع من الأمان الحيوي. عايزين كلنا نتكاتف ونبقى إيد واحدة في تحدي كبير بيواجه العالم كله مش مصر. اوعى تفتكر ان هذه الجائحة لمصر فقط، بلاش ننتقد روحنا، احنا النهاردة امام تحدي رباني بيواجه العالم. القطاع الزراعي قطاع قوي جدا، قدر ان هو يتماسك في هذه الازمة. لا بالعكس، احنا النهاردة بنشوف خدمات كنا بنحلم ان هي تتطبق من سنين، بقى في سرعة في تنفيذها علشان الوعي نحو المعلومة الالكترونية والخدمة الالكترونية زاد. معالي الوزير السيد القصير من اول لحظة والإعلان عن دخول فيروس كورونا لمصر ابتدى ياخد بعض الإجراءات المهمة جدا، ومنها تطهير المنشآت التابعة لوزارة الزراعة والمساندة في بعض الأماكن اللي محتاجين فيها إمكانيات وزارة الزراعة لتطهيرها. ابتدينا نشوف في نوع من الاستخدام التكنولوجي عبر اجتماعات على السكايب، ابتدينا نشوف قناة مصر الزراعية وطفرة في البرامج المقدمة علشان تبقى فيه معلومة سريعة توصل للمزارع، علشان يبقى فيه حل سريع لمشكلته، علشان توفير مستلزمات الانتاج وتوجيهه نحو أقرب المنافذ إليه. فده نوع من دعم وزارة الزراعة للقطاع الأهم. النهاردة أنت بتتكلم على الأمن القومي الغذائي للمصريين. في الآونة الأخيرة ابتدينا نتكلم على منظومة الكارت الذكي ودورها في استقرار القطاع الزراعي. الكارت الذكي هيلعب دور كبير جدا في المرحلة القادمة، هيدخل في عدد من المجالات وفي عدد من الخدمات المتاحة للفلاح،
هتؤدي الى استقرار العمليه الزراعيه وهتؤدي الى وصول الدعم الى مستحقيه. انا معايا النهارده الدكتور محمد يوسف رئيس الاداره المركزيه لشؤون المديريات بوزاره الزراعه. برحب بحضرتك يا دكتور محمد. اهلا وسهلا استاذ سامح، واهلا وسهلا بالعاملين بالقناه بشكرك اولا على وجودك معانا يا دكتور. يا فندم احنا شرف لينا ان نكون مع سعادتك. العفو. الكارت الذكي، الكارت الذكي بقى لنا سنين بنستعد له. تمام. الى ان وصلنا لهذه المرحله. تمام. دور الكارت الذكي في القطاع الزراعي. الكارت الذكي هو ببساطه استبدال الحيازه الورقيه بحيازه رقميه او حيازه تخضع للتحول الرقمي. طبعا بس ليس هذا بس فقط، لكن احنا الحمد لله بتوجيهات معالي الوزير الصيد القصير وزير الزراعه والصحه الاراضي بان احنا ندمج مع هذا الكارت شريحه ميزه، والحمد لله تم طباعه 2290 الف كارت جاري توزيعهم في الايام القادمه ان شاء الله. طبعا التوزيع بنوزعه على افرع البنوك الزراعيه تسهيلا للمزارعين، فهيبقى في كل فرع من افرعه في القرى وفي المدن الموجوده في الصعيد وموجوده في الدلتا وموجوده في على مدن القناه وقرى القناه، يبقى اقرب فرع للبنك الزراعي يتم استلام منه الفلاح، بنوجهه لعنوان سكنه يعني. تمام. الكارت هيبقى دلوقتي مزدوج الشريحه، نفس الكارت هو هيبقى ينزل ان شاء الله بشريحه، شريحه مدفوعات ميزه وشريحه الكارت. ايه الاستفاده؟ الاستفاده لما المزارع يروح يقدم على قرض او يقدم على سلفه زراعيه مش هيحتاج منه غير تحقيق الشخصيه. ايوه. هيقول له بطاقتك فين اهي، هيدخل على السيستم هيبص الكارت داخل الكارت عنده، هيقرا البيانات، هيعرف مساحته، الارض فين، الارض دي في اي قطاع واي مكان، ائتمانها قد ايه، وضعها ايه، هيدي له السلفه على هذا الاساس. يعني السلفه الزراعيه النهارده بقت بمجرد ان انا اطلع الموظف على تحقيق الشخصيه، تحقيق الشخصيه وهياخد منه الكارت الذكي. تمام. لان كل بياناته موجوده على الكارت، موجوده اللي هي فيها الضمانات كمان، ضماناته كافيه. كمان هيبعت له الفلوس، مش هياخدها كاش في ايديه. تمام. هنحطها على الجزء بتاع المدفوعات. يبقى كده دخل وطلع من البنك سليم، معهوش غير الكارت بتاعه، زي ما دخل بالكارت طلع بالكارت، عليه ال 10 جنيه السلفه، عليه 100,000 سلفه، نص مليون سلفه، زي ما يكون السلفه دي موجوده على الكارت بتاعه. تمام. يبقى بعد كده ايه، سواء هيسحب كاش براحته، سواء هيشتري مثلا معده، يشتري هيتعامل بالايه؟ بكارت الفيزا. هيبقى كده حفاظا عليه. طب نستخدم برضو كارت المدفوعات ده في ايه؟ ان شاء الله لاحقا، ان شاء الله في المواسم القادمه ان شاء الله. مثلا حاجه زي توريد القصب، ممكن الفلوس تضخ على الحساب بتاع المزارع الملحق بالكارت. ممكن توريد القمح، يبقى هنا كده لغينا التزاحم، مجرد ما يورد خلاص فلوسك هتسمع عندك. طبعا الميزه مربوطه بالمحمول، هتجيله رساله قصيره على المحمول هتقول له والله تم اضافه مبلغ كذا، هيشوف الرساله يدخل على الحساب بتاعه يعرف الدنيا ماشيه ازاي. عندنا قطن، عندنا اي محصول، تعاملاته في ال انا النهارده مش كل شويه هروح اسال الفلوس جت لا اصل اتاخرت، الصراف النهارده مش موجود، لا اصل الكشف بيتراجع، ده في اسم طلع غلط. النهارده انا معايا الكارت الذكي بتاعي. تمام. بيجي لي رساله على المحمول فيها الرصيد، بان الفلوس تم اضافتها ولا لا، محتاج اصرف لاقرب مكنه موجوده عندي هروح اصرف. تمام. مش مشكله، براحته. الفلوس هو الفلوس اعتبرها في البنك. تمام. زي اي حد حط في البنك ومعاه فيزا هيبقى اتعامل بيه، يبقى كده الكارت بقى مزدوج. يبقى الكارت مش كارت فلاح فقط فين وفين استخدمه، لا ده انا في نفس الوقت في ربط بين السماد، هيبقى بين السماد وبين الفلوس. يعني ممكن الفلاح مثلا لو شاحن الكارت بتاعه بفلوس ممكن يحاسب هو واقف، لو ايه، لو الامور ايه يخصم من الكارت. فطبعا الامور دي يعني بس لما تتعمم المنظومه وتم الوضع كويس تبقى الامور يعني مستهدفين اشياء عظيمه جدا في المستقبل القريب. يعني الفلاح ممكن يدفع به فواتيره، يدفع به مستلزماته، يشتري به، يحفظ فلوسه. ما عندوش، في فلاحين كتار ما عندهمش حساب في البنك. طيب. يبقى احنا خلاص عملنا له حساب في البنك بدون ايه؟ اجراءات وكلكعه، اجراءات وهات ضمانات وهات مش عارف ايه، يحط فيه كتير يحط فيه قليل، ما ده فلوسه. مسافر مثلا يجيب جهاز لبنته ويجيب جهاز لابنه، راح يشتري جرار، هو معاه الكارت، معاه الكارت ويشحنه في البلد ويسافر من غير ما ياخد فلوس في ايه؟ في ايده. يعني طيب. كده المرحله الانتقاليه في اي منظومه هي المرحله الاصعب. طبعا. التحول بالنسبه للكارت الذكي من الورقي الى منظومه الكارت الذكي ده هيقابلنا بعض المشاكل.
خصوصا في التوقيت ده، احنا في بدايه موسم صيفي، ففي ناس كتير بتتصل بيا بتقول لي احنا بنروح عشان نصرف الاسمده، يقول لي اصل انت اسمك لسه ما سمعش على السيستم، تمام، اصل الكارت بتاعك لسه ما جاش، تمام. طب هم ذنبهم ايه؟ معليك الكلام ده، طبعا احنا اول ما بدانا وابتدت جائحه كورونا معانا معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعه والصحه الاراضي وافق على تسهيلات للفلاحين، ان الفلاح اللي احنا بعتنا من حوالي شهرين مرسوم مضى عليه مدير عام ورئيس اداره مركزيه ومضى عليه رئيس القطاع بتاعنا، بعتنا بنقول ايه تنفيذ التعليمات معالي الوزير او معنى صح التسهيلات اللي قدمها في هذا التوقيت وفي هذا اليوم اللي تم ارسال هذا الفاكس فيه، ان الشخص اذا وجد له اسم في الكشوف الموجوده في الجمعيه ان له كارت في الفرع الجوار القريه فليتوجه المزارع يستلم الكارت بتاعه ويصرف بيه اسمته، يروح هو يجيب الكارت بتاعه بنفسه. ما هو لازم يجيب الكارت بنفسه من ايه فرع البنك. تمام جاب الكارت خير وبركه ويصرف بيه. طيب الكارت مثلا وليكن هذا المزارع كان في الفتره دي كان خارج المحافظه، كان ما فيش تواصل بينه وبين الجمعيه لان الكارت بيطلع برقم قومي، او الفلاح ما المسؤول في الجمعيه ما عرفش رقم القومي، مش هيروح يسلم صوره البطاقه بتاعته، هم عندهم اثبات ان هو حائز عندهم، يسلم صوره البطاقه علشان نعمل له كارت. على ما الكارت يتعمل هيبقى الموسم الشتوي دخل له. طيب هنسيبه نعمل ايه؟ لا هنصرف له ورقي، هنرجع للنظام القديم في هذه الحاله. ايوه قلنا الورثه، كان الورثه كنا متمسكين في الاول ان لازم يروح شهر العقاري ويعمل توكيلات رسميه. ايوه قلنا طب جائحه كورونا والشهر العقاري وقف وعشان يعملوا اسم شرعيه في المحاكم، المحاكم وقفت، معالي الوزير تفضل وقال نكتفي وبعتنا لهم مرسوم بكده انهم يروحوا الجمعيه اللي جنب البيت اللي جنب الغيط بتاعتهم اللي هم يعتبر بيت الفلاح يعملوا تفويض، بس شرط ان كلهم يروحوا يمضوا. طب هتوقف عند الجزئيه دي وعشان هنرجع لها تاني. استاذ محمد من الدقهليه اتفضل. السلام عليكم يا استاذ. السلام ورحمه الله وبركاته. معلش انا كنت فاتح حضرتك من فتره يا فندم، من حوالي شهرين ثلاثه بسبب الميه يا فندم، وانا على ميزه خاصه. ودلوقتي احنا بنزرع، طبعا انا ارضي حصر جاي رز، انا عندي مش عنديش مساحه كبيره، بس المنطقه اللي فيها منطقه مساحه كبيره. ايوه. بتراكم الغابات طبعا عليها، بتراكم الناس اللي وقع اللي هي اللي حللها كل بعض اللي مع استعملك في اللفظ الزرايب والاراضي خايفه عليها فندم وبتاكل في السكك. المشكله عندك ايه؟ انا عشان الصوت مش واضح، مشكلتك ايه؟ مشكله الميه عامل. مفيش ميه للزراعه؟ لا يعني الميه احنا فحتناها من حوالي شهر وشويه يا فندم، بس فحص اي كلام. طيب انت فين في الدقهليه؟ في 100 ناجي يا فندم، تبع 100 غمر. انت 100 غمر 100 ناجي؟ ايوه يا فندم. الجمعيه اسمها ايه؟ جمعيه 100 ناجي الزراعيه. 100 ناجي الزراعيه. اصلاح ولا استصلاح؟ انتوا اصلاح ولا استصلاح؟ لا انا يا فندم عادي، ارض عاديه. في ال 100 اللي انا عليها عليها ارض اصلاح، فيها جزء اصلاح ما بيسالوش. هي جزئين يعني؟ في هي بالتحديد اسمها مسقه ال 50. مسقه ال 50 هي محتاجه تطهير؟ محتاجه تطهير، ده ما فيش فيها اصلا. ممكن اصور لك يا فندم وابعت لك، ده كله وقت. ما فيش فيها ميه اساسا. الميه في اولها في البدايه حاجات ملهاش لازمه، والباقي معين. انا ما عنديش تكلفه، ما عنديش امكانيات، انا ما عنديش مساحه عشان ازرع. تمام. اساله على حاجه دكتور؟ لا خلاص. طيب الدكتور محمد هيتابع لك المشكله دي مع التعاون الزراعي وهنرد عليك بكره، مش هنقول لك الاسبوع الجاي ولا اللي بعده، هرد عليك ونشوف حلها ايه. تمام يا حاج. لك بالله انا مال الرز بتاع، مش عايز اقول لك بالجردل المشتل، انا مصدقك الملاس بالراطب. ما انا عارف اودي مكنه اصلا، ما عنديش اله، ده انا حته في ارض بزرعها لان ما فيش شغل الايام. تمام. عايز اساله على حاجه دكتور؟ لا احنا هنشوف بس المشكله. دكتور محمد هيرد علينا وهنبلغك بكره الاعداد، هكلمك تاني وهندخلك على الهواء. بشكرك بالله. بشكرك استاذ سامي. ايوه باشا اتفضل يا فندم. عندنا يا باشا في جمعيه وادي النيل في بني سويف. انت في بني سويف، جمعيه اسمها ايه؟ وادي النيل. وادي النيل فين بالظبط؟ عندنا الطريق مركز ايه يا حاج؟ مركز ايه؟ مركز بني سويف يا باشا، جمعيه صنهور. مركز بني سويف. جمعيه ايه؟ جمعيه صنهور. مركز صنهور. مركز صنهور. مركز صنهور جمعيه وادي النيل. صنهور. صنهور. اه مالها بقى الجمعيه؟ عندنا يا باشا الطريق كله مكسر، الطريق اللي هو مؤدي للاراضي. ايوه يا باشا انت بتتكلم على مشكله محتاجه رصف الطريق. حاضر.
لا احنا مش عايزين رصد، احنا عايزين بس ثانيه بس عشان الطريق كله مكسر كله وما عارفين نروح الارض. الطريق ده من فين لفين؟ هو منين لفين؟ يعني مؤدي لايه؟ اسمه ايه الطريق نفسه؟ يا باشا هي جمعيه على المشروع نفسه. مشروع الري؟ مشروع على مشروع الري قصدك؟ ايوه يا باشا. على الطريق بتاع الري نفسه. بيعدي على كرة، اسمعني بس يا عم سامي. الكرة اللي بيعدي عليها اسمها ايه؟ لا بيعديش على كرة يا باشا، ده احنا في منطقة جديدة وبنزرع فيها. يعني هو ماشي ما بين الأراضي الطريق ده؟ اه ماشي في وسط الأراضي يعني. والأراضي دي مش تبع كرة؟ لا يا باشا ما احنا هناك منطقة كلها مخصصة. بعيد وانتوا بعيد عن القرية. طيب. هندي رقمك برضه للدكتور محمد وهيتابعها. ده ممكن نساعدهم ازاي؟ لان دي محتاجه المجلس المحلي. احنا بنبلغ المديريه بس مديريه الزراعه. ايوه. ونشوف الوضع ايه وهم يتواصلوا مع زمايلهم في يعني مديريه الزراعه برضه ممكن تساعدنا في ده. يعني لا هم يتواصلوا، يعني احنا نكلم مدير المديريه. بعد فاكس؟ لا احنا بنتكلمه بالتليفون وهو بيقوم بالتواصل مثلا مع سواء كان الموضوع ده في الطرق الكباري اللي عنده او سواء في زي المشكله الاولانيه مشكله ريسكات الري او عايز مثلا اصل هو في جزئين، في جزء في الري تبعنا وجزء تبع لا جزء تبع وزاره الري المسائل دي جزئين، فاحنا نشوف لو تبعنا هنعملها ونتابع الري زميل في المحافظه هيقوم بخطب الزميل اللي هو في الري او يعني التعاون ان شاء الله داخل ان شاء الله. لو جيت ارجع للكارت الذكي تاني الاسمده، انا هستفيد بايه ان انا يبقى عندي كارت ذكي بصرف بيه الاسمده؟ ايه المردود على الفلاح وعلى الدوله؟ الاول عشان نبقى عارفين الكارت ده لم ينشا لاسمده او لمبيدات او لاي شيء فقط. ايوه. هذا الكارت تم اصداره بدلا من الحيازه. يبقى محمد يوسف معاه كارت، الكارت لما يبقى بيقول ايه؟ ان هو معاه ارض في المنطقه الفلانيه في المنطقه الفلانيه، واحنا بعد كده عملنا حاجه ظريفه ان هذا الكارت عليه كل املاك الشخص. ايوه. لو ليه املاك في اربع محافظات هيتم وجودهم على الكارت، لو ليه في جمعيتين هيتسجلوا على نفس الكارت، كل الناس كله بيرمى على نفس الرقم القومي بتاع الايه الفلاح. ده من الاول خلاص انت كده معاك كارت زي معاك بطاقه بتقول اسمك ايه املاكك ايه، ده من حيث المبدا. ايوه. يتصرف عليه اسمده، يتصرف عليه دعم نقدي، يتصرف عليه مبيدات، ده شيء اخر. لكن احنا حاليا دلوقتي بنصرف عليه ايه؟ الاسمده. تمام؟ ممتاز. اه. من ضمن المشاكل اللي ظهرت ومعالي الوزير السيد القصير حضرتك قلت لي ان هو على طول اوصى ان يبقى في بدائل ليها. اول حاجه ان الشهر العقاري متوقف فقال ان ممكن يجي الورثه نعمل تفويض في الجمعيه. في الجمعيه. تمام. طيب في مشاكل ثانيه، مزارع بيروح عشان يسال في الجمعيه وهو قدم كل ورقه والبطاقه لسه ما طلعتش، فبيقول لك انا اسمي ما ظهرش على السيستم، ده بيبقى راجع لايه؟ في اوراق ناقصه؟ هو اسمه ما ظهرش على السيستم. احنا الاخ في الجمعيه بياخد صوره بطاقته ويشوف الدنيا الى ايه وعندنا الارقام اتصال زي الارقام اللي هي السريعه او خط ساخن، خط ساخن بيتصل وبيستفسر ده من حقه او يسيب بلاغ في الجمعيه او في الاداره او بيبعت لنا على بوابه الشكاوي، واحنا الحمد لله يعني انا واحد من رؤساء اداره المركزيه عندي بوابه الشكاوي 100% الرد. ايوه. وبتابعها بنفسي ما شاء الله، يعني ما عنديش تساهل في هذه الجزئيه لان احنا دلوقتي في وقت الشكاوي الالكترونيه وعايزين ندفع الناس كلها تبعت الكتروني علشان برضو يعني الثقافه دي بغض النظر عن كورونا هتوفر الوقت وهتوفر التباعد وهتوفر المال والجهد. يعني انا عشان ما يجيش مزارع من اسيوط يجي القاهره عشان يقدم شكوى، ما يقدمها وهو قاعد في بيته. عايزين ندعي على المركزيه دي. اه بالظبط، يقدمها في بيته واحنا هنرد عليه. تمام. وفي مجلس وزراء بيتابعنا وفي وزاره بتتابعنا، يعني موضوع بوابه الشكاوي دي حاليا اخذ يعني اهتمام من الساده المسؤولين عاليه جدا، يعني من ضمن الملفات اللي عندي في الاداره بوابه الشكاوي اخر بس بوابه الشكاوي بتابعها. هنتكلم عنها عشان برضو احنا ممكن ننسق فيها مع القناه ونعرض المشاكل دي ونتواصل مع الناس معاكم. بالظبط. استاذ احمد من اسيوط اتفضل. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك، اتفضل يا فندم. والله انا مدام اخويا صفوت محمود سالم عاملين مشروع اللي هو الصندوق الاجتماعي من 2018. ايوه. وكل ما نروح يقول ما فيش تموين ما فيش عارف ايه، والضمان خمس فدادين. لغايه تاريخ دلوقتي ما حد ما قبضناش. الصندوق الاجتماعي. الصندوق الاجتماعي. والبنك قريه عرب مطير. بنك قريه عرب مطير. ايوه. حاضر. بشكر حضرتك. استاذ احمد من اسوان اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
هقول لك سيادتك انا مستنيك من سنه والله عاوز اكلمك. ده شرف ليا والله، اتفضل. وهذه القناه شرف لنا كلنا والله، احنا الاول كناش نقدر نقابله مدير الجمعيه، لكن حضرتك انت توصلنا لاكبر مسؤول في الدوله. الحمد لله، ومن حقكم تقابلوا المسؤولين كلهم. يعني ايه ما تقدرش تقابل مدير الجمعيه؟ ده انتوا اللي بتنتخبوه. ما احنا بننتخبوه، بس بعد ما ننتخبوه ما نقدرش نقابلوه. ويضحك عليك بعد كده خلاص. ولكن قاعد مدير الجمعيه قاعد على الكرسي، مدير الجمعيه قاعد على الكرسي وخلاص. هم دولة في الكراسي، هم دولة في الكراسي، الله يبارك لهم ان شاء الله. طيب بش... ولكن هذه القناه اتوصلنا باكبر مسؤول. طب ده شرف ليا، والدكتور محمد النهارده موجود عشان نرد على حضراتكم. ايه استفسار؟ مرحبا بيكم بضيفك ان شاء الله، ويجعلكم ذخر لينا ان شاء الله. امين، اتفضل. دلوقتي انا زارع من، رحت اسوان، من انا اصلا من سوهاج، رحت اشتريت قطعه في وادي النجره. ايوه. هي تابعه لمشروع مبارك. ايوه. زرعت اول ما الاول كانت هيش وتعبانه، جبت لها التربه وصلحتها، وجبت البقر راحوا نازلين فيها كلوها. وبعدين؟ يا حاج احمد. لا زملاء في الاعداد، استاذ عزيز واستاذ احمد، هو بيقول انا بقالي سنه نفسي ادخل، خدتوا رقمه؟ يا استاذ عزيز، طب كلموه انتوا بقى، يعني كلموه عشان يقول بقيت مشكلته، الراجل بيقول لكم بقالي سنه نفسي اتواصل مع المسؤولين. وانا بشكر معالي الوزير السيد القصير لانه اتاح لنا الفرصه دي، برنامج مستشارك الزراعه علشان يبقى متنفس للفلاح اللي عنده مشكله وعايز يوصلها للمسؤول يتم حلها سريعا. التباعد الجسدي في هذه الفتره مهم جدا، والتباعد الجسدي يختلف تماما عن التباعد المجتمعي. لا، احنا عندنا تقارب مجتمعي في هذه الفتره كبير جدا، احنا قريبين من بعض، انت بتكلمني من اسوان لكن قريبين، بنسمع بعض وبنتكلم وشايفني، ده تقارب مجتمعي، محتاجين دلوقتي ان احنا نسند بعض، يبقى في خدمه. يا حاج احمد، حاج احمد اتفضل معاك. الرصيد خلص؟ لا انا اتصلك. طيب قول لي بقى، اسمعني اتفضل. انت خدت الارض في وادي النقره وكان فيها هيش وصلحتها واشتغلت، ايه اللي حصل بعد كده؟ وجو بتوع البقر، راعات البقر دول عندهم ب 300 بقر، 200 بقره، يرعوهم على المصارف. الراعي الراعي الطبيعي بقى ينزلوا ياكلوا الحيوانات بتاعته وبدون اذن ولا حاجه، يخربوا عادي. وخربوا الارض وبعدين؟ خربوا الارض. اشتكيتهم في المركز. عملت شكوى في المركز. قالوا هاتوا خلي مدير الجمعيه يشوف الخسائر، المهم كتبها في خسائر. الكلام ده كان امتى يا حاج؟ من حوالي سنه. من سنه؟ ما جايلك في جايلك في الطريق. المهم رحت ايه؟ راحوا اشتكيتهم، قالوا خلي الحكومه تنفعها. طيب. رحت زارع ثاني قام راحوا كلوه. اي. كل سنه بالشكل ده. اي. زارع قمح وقصب وحاليا واكلينهم، وانا قدرش ايه؟ اصرف ثاني. يعني انا وقفت على اخر، والله اخر حاجه كان معي ترسيه في البيت عشان انا ازرع. يعني انت دلوقتي كل ما بتزرع حاجه بتخشوا بالغنم بتاعتهم ياكلوها. البقر. البقر بتاعهم. اه بالظبط، ولكن انا بحاول اسمعه. انا ما قدرتش اصرف على الارض بتاعتي. طيب عايز ايه دلوقتي؟ قلت عاوز لجنه تشوف الارض بتاعتي، كانت مزروعه قمح. وجو بتوع رعاة البقر قالوها، عاوز حد يفيدني ويتواصل مع المسؤولين. يعني عايزه محضر في اسم الشرطه. اه بالظبط. اه فعايزه محضر في اسم الشرطه، وهيتعمل لك المفروض تقرير من الجمعيه او من الاداره الزراعيه بالتلفيات اللي بتحصل علشان ترفقه في المحضر. تمام. فاحنا دكتور محمد يوسف ممكن نتواصل مع الاداره الزراعيه؟ لا هو بيحصل ايه يا فندم؟ هو طيب اسمعنا بقى من التلفزيون علشان احنا طولنا عليك. بشكرك. هو اللي بيحصل في هذه المواقف انه ما بيروحش للجمعيه او بيروحش للاداره الزراعيه تيجي تحصل له الخسائر، هو بيروح لاسم الشرطه. ما هو بيقول لك مدير الجمعيه ما بيقابلنيش. لا مش لا ما عشان كده احنا عشان نطلع مدير الجمعيه من الاتهام، سواء الاتهام صادق او غير صادق، احنا بنعمل ايه؟ هو بيروح المواطن يروح يقول يشتكي في اسم الشرطه، اسم الشرطه كان هيحولها عن النيابه ايا كان، او اسم الشرطه اللي هيبعت بيبعت جواب الاسم او النيابه ايا كان المصدر الشكوى. ايوه. هيبعت جواب رسمي من جهه رسميه من الداخليه لمين؟ لوزاره الزراعه وممثله في المديريه او الجمعيه او الاداره. هنا التكليف جاء من فين؟ جاء من جهه. ايوه. هتطلع لجنه تكتب التقرير بتاعها وتمضي وتختم وتسلمه فين؟ في اسم الشرطه. تمام. لا دخل للمواطن في هذه الجزئيه، ليه؟ لانه ممكن يروح المواطن
قام بالواجب معاه. يا دكتور محمد يبتدي منين دلوقتي؟ نبدا في انه يروح يقدم شكوى في اسم الشرطه. في اسم الشرطه او يروح النيابه، يعني ايهما اسهل يعني. طبعا. الجهه اي الجهتين دول كده في الاخر لو اسم حلو على النيابه، النيابه تطلب او الاسم يطلب من الجمعيه مباشره بمكاتبات رسميه انهم يعملوا معاينه للمواطن الفلاني متضرر من كذا، هيطلع اللجنه تعمل المعاينه تكتب تقريرها وتسلمه فين؟ في ما الزراعه مش هتتعامل معاه مباشره، هتبقى من جهه لجهه. بجهه لجهه. وهذا يحمي ايه؟ يبعد عن الفساد، ويبعد عن ومفيش محسوبيه وعلى الاهمال برضه. أيوه. احنا مش فاضيين النهارده مش عارف، لا ده هو هيجي له جواب رسمي من جهه محترمه وليها كيانها وليها تقديرها ولازم يرد. هيطلع لجنه، هو شكل بناء على الجواب ده هيشكل لجنه ويطلع يفحص ويكتب تقريره ويقدم. تمام. استاذ شعبان من البحيره اتفضل. يا استاذ شعبان السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا باشا؟ الحمد لله يا فندم. حضرتك احنا في تبع غراجه شعيب مركز ابو المطامير. ايوه. جمعيه غراجه شعيب. ايوه. احنا حضرتك في وسط 100 فدان ارض كانت اساسا مزرعه سمك في وسط الاراضي الزراعيه، وكانت حضرتك لواحد يعني مصري مهندس من امريكا. اه. معاه جنسيه امريكيه بس هو كان مواطن مصري اساسا. مهم. فحضرتك احنا خدناها واستصلحناها كذا واحد مع بعض، انا ليا فيها اربع فدادين مش كتير يعني. ايوه. ماشي. فحاليا دلوقتي بنروها من المصارف، ما احناش عارفين نروها، عندنا ثلاث فرع نازلين من النابوريه عليها. بس ما احناش عارفين نوصلوا لها الميه من الناس المجاوره حواليها، كل اللي نقول يقول لك لا الارض دي اساسا ما لهاش ميه. قافلين عليكم قاطعين عليكم الخطوط. ايوه الخطوط الثلاثه، فحضرتك احنا تبع اداره جنكليس تبع ابو المطامير. مدير الاداره الاستاذ يوسف الشيخ. ماشي. حضرتك هي عايزه معاينه عشان في مع حضرتك برضو واحد من الناس المحترمين المسؤول اهوت برضو، فانا يعني انتهزت الفرصه بحيث ان احنا ايه برضو، وانت حضرتك فيك البركه برضو. ما ممكن نساعدهم ازاي يا دكتور؟ لا احنا هنبعت ناخد بس التليفون بتاعه وهنبعت لوكيل الوزاره في البحيره هيشكل لجنه وتنزل تفحص وتشوف الدنيا ايه لايه. محمد الزواوي. محمد بيه الزواوي هو من الناس المحترمين، وبرضه المهندس يوسف الشيخ برضه من الناس المحترمين اللي هو أيوة مدير فهم. مديريه ابو المطامير هيشكلوا لجنه ان شاء الله، وتنزل لجنه تشوف الوضع ايه على الطبيعه، خد بال حضرتك وتشوف ايه الوضع. بشكرك يا استاذ شعبان، وهندي رقمك للدكتور محمد. تمام. يعني ده لجنه، لان ليه المشاكل دي بتتكرر؟ يعني احنا كنا هي تراكمات يا فندم، تراكمات وكانت بالامور ما فيش تواصل زي ما احنا حاليا دلوقتي. انا بيجي لي رساله على الواتس بحلها خلال 24 ساعه. ايوه. يعني سواء ري، مشكله اسمده، مشكله، لكن احنا بس الحاجات اللي بتطول معانا اللي هي الحيازات ونقل. احنا عندنا كم حيازه على مستوى الجمهوريه؟ والله اخر احصائيه 6 مليون حيازه. 6 مليون حيازه. طبعا في تفتت، رقم ضخم قوي عشان كده. ده تفتت بالنسبه للحيازات كبير قوي بالظبط. وبعد كده هو رقم متحرك ينزل ويطلع، يعني مثلا واحد عنده او مثلا خمس افراد عندهم نص نص فدان، جاء واحد اشتراهم الخمسه دخلوا في حيازه واحده. واحد عنده 10 فدان وخلف خمسه او 10، ال10 بقوا الحيازه بقت 10، فهو رقم ما اقدرش نثبته يعني يطلع وينزل. احنا اهم حاجه عندنا المراجعه بس ايه تبقى في المساحه. صح. طيب هرجع لها تاني النقطه دي. استاذ عمرو منين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. من صوتك الحاج عمرو طلعت ادوار. طلعت ادوار. ازيك يا سستانة؟ الحمد لله. الله يخليك، بنرحب بضيفك الكريم. بشكرك يا حاج عمرو. اتفضل. الله يخليك، الله يكرمك الدكتور محمد. وسهلا يا فندم. الله يخليك، الله يكرمك. ازيك يا سستانة؟ دلوقتي يا سستانة احنا عندنا مشكله سرعه ادوار، بان هي بطولها ب 9 كيلو، الطول بتاعها 9 كيلو. النهارده فيها ثلاث هضارات معمول، ليه؟ هضار عند الكيلو 2، وهضار عند الكيلو 3500، وهضار عند الكيلو 6. ايوه. النهارده الوضع اللي بيحصل في ترعه ادوار ان البطاله بتقعد 15 يوم وعماله اربع ايام. النهارده ما بيجيناش ميه الا يومين اثنين بسبب الهضارات اللي معموله، طبعا الهضارات ده معموله نظام قديم. النهارده الوضع بتاعها ما عادش ينفع، يعني الناس اللي فوق بيغرقوا وتطلع الميه على الشطوط، وتحت احنا في نهايه قرعه ادوار ما بيجيناش ميه خالص. يعني انت اول حاجه لما سمعت صوتك قلت لك ايه؟ قلت لك الحاج عمرو طلعت ادوار. من كتر ما اتصلت بيا يعني احنا بقالنا سنين فعلا يا دكتور محمد. المكان فين؟ كل فتره بيحصل مشكله عنده في الترعه نكلم وكيل وزاره الري وترجع تتكرر تاني. قول كده المكان بالتفصيل عشان دكتور محمد بيكتبه. محافظه ايه؟ هو البحيره. ترعه
ترعه ادوار ده الاداره بتاعتها في العمريه. تبع اداره العمريه. ترعه ادوار ده تاخد من ترعه النبريه. ايوه. انتوا تبع مركز ايه؟ تبع مركز حوش عيسى. حوش عيسى. الهندسه هنا في حوش عيسى ولكن الرئاسه في العمريه. تمام، بشكرك يا حاج عمرو. بشكر حضرتك. هنطلع فاصل سريع نستكمل بعده مستشارك الزراعه. مرحب بحضراتكم مره اخرى. على فكره الفلاح تعب سنين بيشقى. الحاج عمرو كان بيكلمنا قبل الفاصل، وفي اثناء الفاصل بيكلمني على تليفوني وبيقول لو سمحت والنبي خلوا المسؤولين يكلموكم، كلمونا وكيل وزاره الري، الحقونا. وبيقول لي الحل ان انتوا بدل الهضرات دي اعملوا لنا بوابات، البوابه هتسهل علينا. دايما كنت بقول المسؤول لو سمع للفلاح هيلاقي المشكله والحل بتاعها عند الفلاح، وهيوفر علينا مجهود كبير جدا. الفترة دي بتتطلب مننا عمل استثنائي، هو عمل هيبقى بطولي، لان انت بتشتغل في ظل ظروف جائحة كورونا، وفي ظل ظروف مرحلة انتقالية وتحديث نظم مختلفة من نظم مالية وادارية، فهذا العمل هيعتبر عمل بطولي. الكارت الذكي هل هو ضمان لحق الفلاح في الاسمدة؟ كان في مزارعين يقولك انا مش الحصة بتاعتي، انا ما ادانيش الكيماوي كله. الكلام ده كان صح؟ يعني احنا بنقول ان هم الفئه قليله جدا اللي هي الفئه مش مظبوطه، لكن اغلب الناس يعني فئه كويسه. لكن احنا بنقول هذا الكارت طغى على او غطى على الفساد وغطى على اي نفس ضعيفه، قضى على اي ثغره او اي ثغره واي نفس ضعيفه. هو بينزل له عدد 10 شكاير في الكارت، بيبقى الكارت في الحافظه بتاعته بيصرفهم، صرفهم او ما صرفهمش هو المسؤول عنهم. أيوة. لكن قبل كده ممكن يبقى في تلاعب، لكن دلوقتي في ظل الكارت يعني انا حصتي على بتاعت الاسمده موجوده على الكارت. انا زارع النهارده مثلا قصب. تمام. انا عندي 5 فدادين هزرعهم قصب. تمام. فانا بيتعمل لي المعاينه بتاعتي وينزل على وتنزل على طول اوتوماتيك الحصه بتاعتي على الكارت الذكي. فلما اروح الجمعيه هيبان ان الحيازه رقم كذا ليها مثلا 20 شكاره. تمام. ما يقدرش يديهم له 19 ولا يديهم له 21. لا براحته، حقه بالظبط. هو بينزل له حقه ال 20 شكاره، هو بيقول له انت عايز كام من ال 20؟ عايزهم كلهم ولا جزء؟ لان هو برضه لازم يدفع ثمن حاجه. بيقول لا انا معايا فلوس 10 النهارده او 5. يدفع الفلوس بتاعه الخمسه، يسحب الخمسه، يدفع الفلوس كل بتاعه الشكاره كلها. ممكن يكون فلوسه موجوده في الفيزا، مش هي مش معاه كمان. بالظبط. هو هيدي له بحد اقصى ال 20، مش هيقدر يزود. أيوة. عن 20. أيوة. لكن ممكن المزارع يقول لا انا عايز 18. ايوه. فهيديله ال 18. ايوه. الاثنين ما حدش يقدر يسحبهم غير المزارع. تمام. سحبهم خير وبركه، ما سحبهمش رجعوا للدوله تاني. يرجعوا للناحيه. ما راحوش بقى السوق السوق. لا بالظبط. وبعد كده احنا عند نهايه الموسم بنصفر الكارت. يعني ال 20 دول مش هيترحلوا. انا بس عايز القي نظره في الجزء بتاع الكارت. احنا يعني جائحه كورونا كان لها فوائد، احنا عارفين اضرارها ايه وربنا يرفعها عننا. استفدنا من جائحه كورونا ان احنا بقينا نتواصل مع مديريه الزراعه، ومع وداخل مديريه الزراعه الزملاء بيتواصلوا مع الادارات، وداخل الادارات بيتواصلوا مع الجمعيات. من معالي الوزير السيد القصير بيتواصل معانا ومع الادارات ومع المديريات عن طريق شبكه النت، بنتواصل. يعني عممنا الجزئيه دي. الجزئيه الثانيه مثلا وليكن في استفسار مثلا عن كيفيه تشغيل الكارت، كيفيه تشغيل صرف الاسمده، طبعا مفيش تواصل، مفيش لجان، العمليه برضو خفيفه عشان الجائحه. بينا نعمل فيديوهات ونرسلها على مجاميع الواتس اللي عندنا او على صفحات الفيس الخاصه بالمجاميع، والناس تتفرج وتشوف بصوت وصوره وعملي وعمله قدامه. بوابه الشكاوي اتفعلت جدا اليومين اللي فاتوا دول، وعلينا يعني تحت الميكروسكوب كل مسؤول بيضغط على اللي تحتيه بيقول له اي شكوى، وبنشوف على الشكاوي. دايما بتصل بالوزاره بقول لهم شوفوا لي يوميا بتطمن يعني الوضع ايه. في كم شكوى متعلقه عندي ما حدش رد عليها، يقولوا لي لا 100% متصفره. تمام. لا ده لسه في شكوتين وصلوا من ساعتها. لا انا عايز اتكلم على البوابه تاني. بس معايا استاذ ابراهيم الغربيه، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت اصلا عايز اقول لك اول امس عشان الكيماوي حضرتك كلمت لي الباشمهندس علي عبد الجواد عشان كل وزاره في محافظه وكل وزاره في محافظه غربيه. وقال لي ثاني يوم روح اصرف، ورحنا صرفنا الحمد لله امبارح والحمد لله امور طيبه. بس الكميه احنا مش عارفين هي الفدانه قد ايه، مش عارفين على الحيازه قد ايه. انت كنت كلمتني وقلت لي رافضين يصرفوا لي الاسمده الا لما لما استلم الكارت في ايدي، صح؟ احنا استلمنا الكارت، بس كل ما نروح عندهم في الجمعيه يقول لك لا احنا مش هنصرف دلوقتي لسه العصر ما عملناش.
يقول لك الحس الحصر ما جاش. لما كلمنا المهندس علي عبد الجواد رحت صرفت ثاني يوم قال له اصرف ولو ما صرفوش لك اتصل عليا. فعلا رحنا صرفنا. طيب انت دلوقتي زارع ايه؟ زارع ايه؟ زارع ايه؟ انا عندي نص الارض عندي فدان وربع موالح وفدان وربع ذره. فدان وربع موالح وفدان وربع ذره. ذره شامي طبعا. ذره شامي تمام. صرفت قد ايه بقى؟ اخدت قد ايه اسمده؟ هو اداني انا طبعا هو كان كاتب لي مصروف لي 8 شكاير 8 شكاير على الكارت. فقالوا لي في الجمعيه انت عاوزهم لوريا ولا نقرات؟ قلت لهم لا انا هاخد نصهم نقرات ونصهم لوري. انت خدت شكاره يعني خدت كام يعني في ايدك؟ خدت 8 شكاير 4 نقرات و4 يوري. خدت 4 نقرات و4 يوري. تمام على الفدانين ونص دول. تمام تمام تمام. طيب تمام. دكتور محمد الحصه بتاعتي ولا ليا ثاني ولا مش عارف بقى الحصه قد ايه؟ لا هنرد عليك حاضر. بشكرك. تابعنا بقى من التلفزيون. هو فدان وربع موالح وفدان وربع ذره. لا هو هياخد بالنسبه للذره هياخد كام حصته؟ ايوه خد بال حضرتك. احنا ما بنحسبش نترات ويوريا على السيستم. السيستم بيعمل ايه؟ في قرارات وزاريه منظمه مثلا وعلى حاجه اسمها 15.5% ازوت. فهو بيتسجل المنظومه ويبقى الكميه يعني ممكن لو هو طلب شكاير بتاعته اخذ 4 و4 لو طلبهم كلهم نترات ممكن ياخذ 9 او 10. ايوه يعني هو بياخد وحدات ازوت ازوت ازوت. لو طلبهم يوريا ممكن ياخذ 6 او 7. تمام تمام. لكن هنا 4 و4 ده شيء كويس. هو الاشكاليه اللي عنده لازم يبقى المواطن عارفها ان احنا عندنا القصب ده طبعا مستديم القصب البساتين. احنا بنعمل ايه على المنظومه؟ بندي او طبعا النخيل والبساتين من ضمنهم الموالح والعنب بندي 50% شتوي و 50% صيفي. ايوه فبنزل له هو الحصه بتاعت الاسمده اللي هي نازله له على الكارت هيلاقيها 50% فقط. يعني ايه 50%؟ يعني نص المستحق لي. يعني علشان انا عندي يعني ده بتحسب بالسنه مش بالموسم. مثلا لا هو الفدان مثلا ليه 10 شكاير عشان ايه؟ في ايه؟ في السنه. في ال 12 شهر. في 12 شهر. فانا اصل دي مش زي الخضار، الخضار كل ايه؟ عندي زرع صيفي وزرع شتوي. بالظبط. زي القمح مثلا. القمح وبرجع بقى. ما زي الذره عنده، الذره عنده هدي له كام الحصه؟ الموالح هدي له النص. انا فهمت، يعني هو كده ليه برضه في الموسم اللي جاي الشتوي بقى اللي جاي هيبقى ليه نص. نص الموالح. النص الموالح برضه. كل موسم هياخد النص. يعني لو وايه الموالح بتصرف كام شكاره المفروض؟ ما هو مختلفين حتى احنا بناخدهم الحقيقه يعني مثلا زي المانجا او زي بناخدهم 3 اعمار. ايوه. وكله مسجل على السيستم. تمام. وبالصرف يعني العمر الصغير ليه يعني مثلا يجي مثلا مواطن مثلا عنده 2 فدان مثلا عمل مثلا لنص فدان احلاله تجديد. ايوه. هو قبل ما يعمل احلاله تجديد كان بياخد 12 شكاره مثلا. ايوه. يجي مثلا اول ما عمل احلاله تجديد قالوا له لا انت ماكش غير 10. يروح مشتكي الجمعيه يقول لهم سرقوني في ايه؟ في شكارتين. هو نسي ان من الثبات بتاع عمر اللي وصل للمرحله العمريه الكبيره. ايوه. فبياخد ايه؟ ثابت خلاص ثبتت الكميه. ايوه. لما عمل حلاله تجديد دخل في عمر اللي هو من 1 ل3 سنين فبياخد كميه اقل جدا يا دوبك يعني عشان النبات لسه صغير او الشجر لسه صغيره فتاخد استهلاك قليل. وده كله منظمه ايه؟ القرارات. ليه بنعمل 50 و50؟ ال 50 و50 اولا هو هيشتري على طول السنه على مرتين. متاح له مثلا هو عليه 20 شكاره تحت له 10 في الشتاء و10 في الصيف. تمام. ممكن ياخد ال 10 الشهر ده ياخد شكارتين الشهر الجاي حسب دخله يعني. تمام. يبقى انا وزعت دخله. طب على مش هيروح عليه؟ يعني السؤال ده لسه سالوني المخرج محمد العياري بيقول لي ايه؟ انا حقي 10 شكاير في الموسم وعلى السيستم صرفت 8. الموسم اللي جاي الشكارتين يترحلوا يعني من الصيف يترحلوا للشتوي ولا خلاص راحوا؟ لا يوجد ترحيل. لا يوجد ترحيل. الترحيل احنا طبعا عشان ده سيستم ممايكن فاحنا عملنا ايه للمزارع؟ قلنا المزارع اللي ساب شكاره هتضيع عليه. ايوه. لان ده ثابت عندنا حتى في ايام الورق. صح. لكن احنا خدمنا المزارع في حاجه ظريفه جدا. كان قبل كده بيبقى فيه مشكله لما يكون مثلا المزارع ليه شكاره و10 كيلو. أيوه. كان بتضيع عليه ال10 كيلو. صح. هنا 10 وهنا 5 وهنا لا هنا بنحسب بالكيلو. طيب نعمل ايه؟ والله هو بيحسب كيلوات وبعد كده قسمها شكاير حسب لقى ليه 500 كيلو و10. تمام. فيدي له 10 شكاير 500 فضلت له 10. لسه في حصر في هذا الموسم خير وبركه لسه هنجمع على 10 اشياء اخرى. تمام. مفيش حصر والموسم هيقفل برحل له ال10 كيلو رصيد دائن عندي. ايوه.
تمام؟ تمام. طيب وصل المواطن عنده مثلا 26 كيلو او 25 كيلو بديله شكارة في هذا الموسم اللي 25-26 والباقي للدولة بخصمه منه في اول الموسم اللي جاي ومفيش صيف وشتاء ولا حمت له الكارت الذكي ده احنا كنا محتاجينه من سنين بالظبط بيحسب لي بالدقة بيحافظ على مال الدولة وبيحافظ على حق الفلاح مش هاخد كيلو من الفلاح وهرحله الكيلوات راح 24 كيلو في اقل برحلهم له تمام 25 بديله شكاره وانا استحمل 25 هخصمهم منه بس هاخدهم منك الموسم الجاي تمام تمام استاذ مدحت من الايوبيه اتفضل السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مصر الزراعيه معايا حضرتك على الهواء اتفضل انا دلوقتي جايب كارد من بنك ايوه على 14 راس ماشيه ايوه وانا عندي 63 حلقه ايوه وعايز اصرف بقيه القرض كل ما اروح لهم يقولوا لي لا اصبر شويه اصبر شويه اصبر شويه انت خدت قرض بتلو صح لا قرض بقر وانتاج تسمين قرض بقر وانتاج تسمين صرفت القرض قيمته قد ايه 1,800,000 صرفت 500 صرفت 500,000 من قد ايه من 1/10/2018 من 1/10/2019 انت المفروض ان انت كده هتبتدي تسددهم امتى انا سددت فعلا لغايه ما وقفوا التسديد هو التسديد مش موقوف لا وقفوا 6 اشهر ده المتعسر لو انت معاك وعايز تدفع يدفع هيتشال من عليك طيب انا دلوقتي عايز اصرف بقيه القرض لان انا لما اشتريت البهايم اشتريت بهايم غاليه بس انت كده انت بهايم رخيصه انت شغال دلوقتي منك للبنك مباشره انا شغال مني للبنك مباشره بنك ايه بنك فرع بنك ايه بنك اها ده بنك الزراعي ها بنك اها فرع اها حاضر بشكر حضرتك بشكرك معنا حد حاج عوض من الفيوم اتفضل كابتن احنا عندنا الميه تعبانه خالص والله العظيم الجمعيه تعبانه الميه مالها ايوه نهايه بوكس النهارده بحر الخمسين ده ما عندناش ميه خالص وكابتن اي حد يجي يشوفنا احنا عايشين فيه بحر الخمسين ايوه اللي هو نهايه بوكس حاضر ده والله العظيم ما فيه ميه خالص يعني احنا بنوصل احنا زرع حمص اوريك من 3.5 بشكر يعني حضرتك الدكتور اوريك من 3.5 حاضر الدكتور محمد برضو هياخد الشكوى مننا وهيتواصل مع الري ودي هتبقى مساعده كبيره جدا لحضراتكم والبرنامج يعني النهارده هو متحمل كل الشكاوى هيريح زملائي بشكرك يا دكتور محمد فعلا لا 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 تحت امرك الكارت الذكي ورقمي مع سعادتك اي شكوى تجي لك على الواتس ابعتها لي انا عارفك ما تاخرش على تحت امرك عايز برضو جزئيه الكارت الذكي ودوره في اعاده تدقيق المساحات احنا عندنا في السنوات الماضيه دي حصل تعدي بشكل صارخ على الاراضي الزراعيه وفي ناس بتتصل تشتكي يقول لك ده على فكره بيصرفوا السماد وهم مش زارعين وهم بنيين بيصرفوا السماد ومبورين تمام ايه الاخبار الاخبار الزكي. بكل بساطه احنا عندنا الكارت لما تاسس على اساس الملكيه على اساس ما هو موجود في السجلات سجلنا للمواطن 3 فدان بكل ما عليهم عليهم مباني عليهم تعديات عليهم نفع عام احنا سجلنا في الكارت هذه المساحه هو لما بيجي ينزل يعمل حصر بيبقى في استقطاع قانوني واستقطاع غير قانوني ايوه عنده استقطاع قانوني يعني نفع عام عنده زريبه او حظيره للماشيه عاملها بترخيص فبتسجل مثلا عنده 3 اقراط او 5 اقراط او ايا كان المساحه نفع ايه يعني مستقطع قانوني عنده حاجه غير قانونيه زي مثلا تبوير عنده بناء على الارض الزراعيه بتتسجل له هذه الحياه وكده مثلا 5 فدان مثلا شالوا فدان ما يقدرش يعمل حصر الا للجزء المتبقي يعني الحصر لازم يبقى دقيق طيب دقيق. عشان الوقت بيجري كان في مشكله معايا امبارح استاذ عزيز واستاذ احمد انا هقولها بس انا مش فاكر ولا الاسم ولا المحافظه يا ريت تقولها لي دلوقتي كلمني مواطن قال لي انا عندي مشكله في ارضي في ناس متعديه على الارض الجيران وانا عملت محضر وفي نزاع قضائي علشان احصل على ارض تاني لكن في الجمعيه بيصرفوا لهم السماد تمام ده من حقهم انا دلوقتي لما يكون عندي حيازه عليها نزاع قضائي مش المفروض ان انا بوقف صرف الاسمده ما هو ولا مش من سلطه مدير الجمعيه لا مش الفكره الجمعيه ليها الورق اللي بيوصل لها كان من الدقهليه المشكله دي في الدقهليه يا استاذ عزيز
وساكن هنا في القاهرة. طيب احنا عايزين بياناته هنديها لدكتور محمد برضه. الوضع هي ايه؟ الوضع ايه؟ الوضع في صرف الاسمده في النظام القديم، عشان هم لحد دلوقتي الاهليه على النظام القديم. ايوه. في القانون بتاع الزراعه عشان يطلع المهندس الزراعي او بتاع الجمعيه ويبعده عن الفساد، عشان نفسه لو استهوت الفساد يبقى هو بيبعده. ونتكلم برضه عن النفوس الضعيفه ودي قله ان شاء الله. قال ايه؟ شيلوا خالص الموضوع ده، هيروح المواطن اللي وقف على الزرع. افترض مثلا المهندس سامح الارض دي ارضه، ارض الاستاذ سامح، بس هو مش عايش في المكان. أيوه. وعايش في القاهره. أيوه. وسايبها مع الدكتور محمد. الدكتور محمد بيزرع الارض دي، هو القائم بالزراعه، هو اللي واقف على الزراعه. فالوضع القديم قبل ما يتعمل الكارت كان بيروح المواطن ده لحاسمها لجنه قرويه، ودي منصوص عليها في القانون، قانون الزراعه. تمام. اللجنه القرويه دي بتتكون من العمده والشيخ ودلال المساحه وواحد من الجمعيه، المهم مجموعه كده ما لناش علاقه بيهم، يخضعوا لوزاره الايه للمساحه ولوزاره الري يعني وللداخليه. تمام. بيعملوا حسم محضر لجنه قرويه بيقول ان اللي قائم بزراعه هذه الارض هو فلان الفلاني، وزارع قمح او زارع رز او زارع ذره ايا كان المحصول، ومساحه المحصول قد كذا في الحوض الفلاني. حلو. القائم بالزراعه. بس انا النهارده صاحب الارض بقول لك عندي مشكله، وجبت لك صوره من المحكمه ان انا في نزاع. انا عايز اوصل لك الموضوع. هذا الرجل القائم على الزراعه ما لم تاتيني بحكم محكمه يمنعني فانا شغال على النظام القديم. أيوه. انا ليا راجل ليا زرع، انا ماليش علاقه، انا ليا زرع اهو قمح عايز اسمده. تمام. هو بيروح يجيب اللجنه القرويه ان هو هذا الشخص. هنا ماليش دعوه بالملكيه. ايوه. احنا ما بنتكلمش في ملكيه. هنا بيقول ان انا واقف على الزرع ده وانا اللي زرع. اللجنه القرويه اذا قررت ان هذا الشخص هو اللي بيزرع، وطبعا هم عارفين القريه بتاعتهم، مش بيجيب حد من بعيد، والدلال المساحه عشان يحدد المكان بتاعها والمحصول، بياخذ هذه الورقه ويروح بيها ايه للجمعيه. الجمعيه اذا جت لها هذه الورقه بتطلع لجنه اسمها لجنه معاينه، ما لهاش دعوه بالقصه بتاعت الملكيه. تمام. بتطلع لجنه معاينه على هذه المساحه تشوفها حقيقه ولا لا، وبتعمل له محضر معاينه على النماذج بتاعت وزاره الزراعه، وبتصرف له اسمده. دي قصه ما لهاش علاقه بالملكيه. الى ان يفصل القضاء في الملف. طيب. او هو يسترد ارضه، هو لو قعد على ارضه خلاص، ما هو ارضه. تمام. طيب قصه ان هو مثلا راح المحكمه وجاب حكم محكمه بنقل حيازه، جاب حكم المحكمه انه يطرد هذا الرجل ويتمكن هو ده تنفيذ الاحكام الشرطه بتنفذ له الحكم ويسترد ارضه. تمام. ومجرد سترد ارضه هو قائم على الزراعه. تمام. قبل ما البرنامج يخلص، البوابه المشاكل او الشكاوى، بوابه الشكاوى الهدف من انشائها اتواصل معاها ازاي؟ البوابه دي خاصه تحت رعايه مجلس الوزراء، مش خاصه بوزاره معينه. المواطن بيدخل على النت بيفتح بوابه الشكاوي، بيقدم شكوته، خد باله بيحدد طبعا هو مشكلته خاصه بوزاره الزراعه ولا لا. المسؤولين في كل بيوجهوها لوزاره الزراعه، بيوجهوها للوزاره عندنا برضه فيها تصنيفها. بتبدا فيها توجيه. نفترض جدلا هي لو راحت في مسارها الطبيعي ونزلت الشكوى رايحه للدكتور محمد يوسف هيحلها ويرد عليها. الشكوى جت خطا بنبعت بنرجعها لعدم الاختصاص، وبنوجهها بنقول للمسؤول اللي هيترجع له، نقول له دي مثلا عند الجهاز الفلاني عند الاداره الفلانيه نقدر نحلها. تمام. وبنرد على الشاكي، وبيبقى فيها رقم تليفون ممكن تتواصل مع الشاكي، ايه مشكلتك وضعك 1 2 3. الشكوى الاسمده شكوى ميه زي الشكاوى اللي بتجينا. تمام. هي الشكاوى اللي بتاخد وقت معانا هي الملكيات والحيازه، لان دي املاك ناس، لازم المواطن يجي بنفسه ويجيب العقود ويجيب نشوف نطلع على الاصول وكده، لكن دي مسؤوليه كبيره. دي مسؤوليه كبيره. انما انا النهارده بكلمك المايه مش واصله. بكلم حضرتك السماد مش في الجمعيه، بالتليفون بتخلص، مش لاقيها وعايز ازرع هعمل. فتقدر ان انت تخلصها له بسرعه بالتليفون. على فكره دي مشاكل حيويه. لا جدا. دي بنخلصها بالتليفون. تمام. لكن الاملاك والحاجات دي بتاخد وقت، دي بتاخد سنين، وساعات بنحتاج للجنة الفتوى، وساعات نحتاج بقى نشوف القضايا والرجحة. احنا هنحتاج ان احنا نلتقي تاني ان شاء الله. تحت امرك يعني في اي وقت. بتشرفنا لو عايزنا كل يوم تحت امرك. تتنور الدنيا. والله. بشكرك. العفو. دكتور محمد يوسف رئيس الاداره المركزيه لشؤون المديريات بوزاره الزراعه، نورتني في مستشارك الزراعه. بشكرك. اشكرك يا فندم واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. التباعد الجسدي تاني وهقولها تاني وتالت لغايه لما تمر هذه الازمه. انا عندي امل ان شاء الله الوضع مش هيرجع زي ما كنا قبل كورونا، لا الوضع هيبقى احسن من قبل كورونا، هنتعلم حاجات كتير وهيبقى في دروس مستفاده. التباعد الجسدي في هذه الفتره امان لينا ولاولادنا والاغلى الحبايب عندنا. التباعد الجسدي علشان تمر هذه الازمه بسلام، يا ريت نقلل عدد الاصابات عن طريق التباعد الجسدي. بشكر حضراتكم.